اصحاب الكراس كيف ما كيقولوا هنايا في العائله ديال المحمديه على مستوى الجامع ديال درب الشباب، يعني شنو هي المشاكل اللي كتعانيو منها نتوما؟ المشاكل اللي تنعانيو منها هو اللي خاصنا واحد المكان يكون معين مخصص لهاد الناس هادو، ما يمكنش لهم يضيعوا فين غادي نمشيو؟ ما عندهمش شي بديل اللي غادي نمشيو ليه، ديروا لنا شي جوطيه ولا شي مكان مخصص اللي يخليونا فيه من الصباح للعشيه، يعني عندنا وقت محدود، بنادم ينقي بلاصتو ويخدم على خاطرو، تلقى الوقيته اللي غيدير واحد الساعه محدده راه غيدفع كروس ويحيد. يعني شنو اللي كطالبوا به؟ سوق بلدي شنو اللي خاص؟ يعني انتم مليتوا من العشوائيات كيف ما كيقولوا؟ من العشوائي هنا، ملينا من دفع جري منكم المطاردات ديال السلطات. السلطات المقدميه والمخازنيه كل واحد يجري علينا منك ويجري علينا منك ويجري علينا هذو. المشاكل اللي قال لنا هو اللي قال لك الدري صاحبي صديق ديالنا البيع هنا تنبيعوا ونشريوا، حنا راه يوميا تنجريوا، المخازنيه يجريوا علينا، المقدميه يجريوا علينا، القايد يجريوا علينا. كلشي يجرو علينا طبعا ما عاجبكمش هذا الوضع هذا. لا ما عاجبينناش، لا رماني ديال الكروسه غنبقى نتبع الكروسه، راه ماشي ديال الكروسه انا، راه ماشي ديالي، راه خاصكم انتم راه ظروف انا اللي جابني لها الكروسه، ما حاملش انا نوقف في الكروسه. شنو اللي كطالب به السلطات المحليه العماله والمجلس البلدي ديال المحمديه؟ حنا نطالبوا بلاد الناس يديروا لنا شي جوطيه حنا بحال الناس، شي سوبر مارشي ولا نبيع ونشريو ولا اسواق. كي قال لك هذا السيد شي اسواق نديرو حنا فين نبيعو ونشريو وديرو ثمن محدد للملك الروس ونخلصو باش ما يبقاوش هاد العشوائيات وما يبقاوش هاد الكرارس. حنا باغي باش نخلصو خلصو حنا واحد النصيب ديالنا نصيب اللي تقول لي هاد الملك الروس خلصو راه حنا غنخلصوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مواطن يعني كي كتشوف هاد العشوائيات اللي كتكون دائما قدام قدام المساجد؟ اي هي راه ماشي صالحه، ماشي صالحه حيت كاين شويه ما كايناش النظافه، تكون النظافه غادي يكون داك الشيء مزيان، ولكن كنطلبوا حنا من السلطات المحليه ومجلس البلدي هذه باش يلبيو الطلب ديال المواطنين ديال هاد الباعه. متوقعين واحد الحمله كتقول بغاو ينظموا راسهم وما عجبهمش هذا الوضع هذا، اشنو هو اللي تقول انت للمسؤولين بشانهم؟ احنا ماشي ضد النظام، احنا مع النظام. كنطلبوا منهم يديروا لنا اسواق نموذجيه يعني سهله تكون نظافه. الجوطيه ديال المحمديه ما بقاتش كافيه للمواطنين في المحمديه. بيان سير كاين بزاف ديال الناس هما. كاين ناس بزاف يعني النمو الديموغرافي بغض النظر عن البراني يعني. احياء كثيره في المحمديه رياض السلام النهضه ما عندهم جوطيات كلهم كيجيو هنايا، اشنو هي الرساله ديالكم؟ ايوا كنطلبوا باش يشوفوا من حال المواطن. حي النهضه. حي النهضه. وكتجي حتى لهنا الجوطيه ديال جينا حتى للجوطيه، الجوطيه ديال العالي. يعني الاقتراح ديالك؟ الاقتراح ديالي هو يديروا لنا السوق في النهضه. انا المهنه هذه المهنه فيها تقريبا 30 سنه. 30 سنه هنا في عمري 54 سنه. وانا ما عمر كان عندك محل بكل صراحه؟ بكل صراحه ما عنديش محل، فين ما كيجيو يسجلوا عباد الله دائما الاسم ديالي انا ملغي، انا ما عرفتاش منهم هما ولا من الله ولا من يعني ملي كيستافدوا بعض المرات شي وحدين وكيعطيوهم شي بلاصه انت كتكون ملغي. الانسان اللي كيستافد هو هم الناس صحاب طاكسيات النقافات العابات هادو سير الجوطيه ديال الرشيديه فيها هذا الشكل هذا. شنو تقول لهم؟ الرساله للمسؤولين ديال المحمديه بان حتى حنا يعطيونا شي مكان اللي ننظموا فيه ونبيعوا ونشريوا فيه ونعيشوا فيه وليداتنا. ويتلغى هاد المسائل ديال الكراس؟ لغينا حنا من الان لو عطاونا شي محلات او شي مكان مخصص. غادي قد يبقى يجور في الكروسه بكل صراحه. شحال من قد دابا انا عندي 20 عام. 30 سنه. انا اكبر ولد عندي عنده 27 سنه. كيمشي للمارشي يجيب لي السلعه وانا كنريح هنا، انا عييت انا، ما قدرتليش نقديت نتبع الكروسه. اذا هذه رساله للجهات المعنيه. نتبع الكروسه من هنا نجي من الرشيديه في العشيه خصني ندير الرشيديه خاصها ما تباتش هنايا الكروسه، لا جيت نخلي الكروسه هنا غادي يديو لي رزق ولادي. هذا هو. شكرا. اشكر الخضره واش غاليه ولا رخيصه بعدا؟ الخضره خويا الله يحسن العون. قالوا لنا الديسير غلا من ارخص من الخضره. معلومة هذيك من طبيعة الحال يعني الخضر حاجة قليلة. إذا نعرفوا السكنة اللي أنت كتسكن فيها هنا في المحمدية. النهضة. النهضة. شنو اللي كيخليك تجي حتى لهنا العالية ديال المحمدية في درب الشباب؟ العالية هي اللي مروجة عندنا. مروجة. من غير العالية ما كاين والو. شحال من عام وأنت كدير هذه المهنة هذه ديال أنك كتبيع بحال هكا بطريقة عشوائية؟ واحد 20 سنة. 20 سنة. ما عمر كان عندك محل؟ لا كان عندنا في الشانطه ومني تحولنا ليه ما بقاش. يعني انتم شنو اللي كطالبوا به تماك في رياض السلام؟ كنطلبوا البلايص ديالنا والجوطيه يديروها. ما كايناش جوطيه في رياض السلام؟
ما كايناش. يعني نبغى نعرفوا السكنه ديالك فين؟ انا في دوار صافي. دوار صافي كتجي هنا حتى في العاليه ديال المحمد، يعني مسافه كبيره كتقطعي؟ كنقطع مسافه كبيره، وعندي راجل مريض 18 عام ما ينوض ما يشوف، وانا دابا بركت 15 عام وانا في الراشيديه. وما عطاوني لا حانوت لا والو، المسؤولين عطاو الناس اللي دوك اللي باعوهم، انا ما عطاوني والو. انا ولدي بقى يعني كيجيو يسجلوكم مره مره ما كيعطيوكم؟ مره مره ما كيعطيونا والو، قالوا نعطيونا الفلوس، احنا ما عطيناهمش فلوس. يعني انتم دابا البيع والشراء هنا اللي حدا المسجد، اشنو اللي كطالبوا به؟ اشنو اللي خاصكم؟ كنطالبوا حنايا خاصنا حوانت يعطيوهم لينا وندخلوا لهم. ما نبقاوش ندور، انا دابا عندنا دابا 50 طبعا ما بقاتش عندك الصحه ديال انك ربما 50 عام دابا في عمري، وانا نبقى ندور بحالكم، ما عنديش نبقى ندور بحالكم. انا عندي عرفت عندك العربه ديال كيف ما كتشوفوا عندي الدراري، عندي واحد جوج دراري مراد خاصني باش يعني انت الوحيده اللي كتعيلي الاسره ديالك؟ اييه، عندي راجل مريض 18 عام ما ينوض ما يشوف ما والو، معاق ما كيعطيونا حتى حاجه والو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني نبغى نعرفوا شحال من عام وانت كتقوم بالعمل هذا؟ تقريبا شي 15 عام. 15 سنه. ما عندكش محل تجاري؟ لا والو. ما عمرك استفدتي شي محل في شي جوطيه بحال هكا؟ كاين الناس يستافدوا ولكن ما كانوش في المهنه. ما كانوش لا عطاهم، ما كانوش خدامين كاع. يعني اشنو اللي كطالبوا به انتم دابا؟ واش غنطالبوا به؟ راه هما الحلول عندهم، حنا ما عندنا ما نديروا. شكرا. وخويا كيخصهم اماكن ديال البيع والشراء اللي تكون محترمه وتكون نقيه، وحنا ما كنلقاوش يعني الزبون فاش كيبغي يتقدم ما كيلقاش حتى هو واحد المشاكل وسميتو، كيتقدى بواحد كيتقدى هو مرتاح. هذا هو اللي كاين. هاد الناس خصهم، هاد الناس خصهم محلات يعني يكونوا في المستوى ويكونوا في فيهم. يعني كتشوف مدينه المحمديه فيها سوق بلدي واحد، جوطيه واحده اللي كيجيو ليها الناس من جميع الاماكن. ما كافياش جوطيه واحده، ما كافياش يعني خاص اسواق نموذجيه اللي فين يكونوا هاد الناس هادو. هادشي اللي كيبان لي انا. خاصهم يديروا شي بلاصه اللي نجمعوا فيها. أيه. واحد سوق بلدي. واحد سوق بلدي. يعني كي كتشوف الجوطيه ديال المحمديه واش كافيه ولا ما كافياش؟ واش خاصين اسواق؟ ولو ما كانوش هاد الكرارت يكونوا موالي الحوانت. الا كانت بطاطا دايره 100 غيقولوا موالي الحوانت 140 140 160. دابا يعني هاد الكرارس هما اللي مهرسين، فهمتي؟ بحال دابا الا كانت بطاطا حنا كنبيعوا فيها 100 هما غيقولوا 140. انت مواطن هنا في العالية، يعني كي كتشوف الفراشه هادو؟ الفراشه دايرين المضره للمشاكل الناس اللي ساكنين. شنو اللي كطالب؟ شنو اللي خاصهم؟ خاصهم يكون عندهم اسواق خاصه بهم. شنو هي الجهه اللي معنيه بهادشي؟ المجلس البلدي. شنو اللي تقول للمجلس البلدي؟ نقول المجلس البلدي المفروض يدير الخدمه ديالو. اذا شكرا على الكلمه ديالك.